السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما شفتوا من العنوان، فيديو اليوم ان شاء الله راح يكون فيديو الاستعداد للدراسة. اكيد راح تكون اول حلقة من هذه السلسلة، وبما انه موعد الدراسة قرب فقررت انه هذا الشهر ان شاء الله يكون شهر لضبط الروتين والاستعداد للدراسة وتعويد النفس على النشاط والابتعاد عن الكسل بعد العطلة، هكا باش يتناسب الروتين اللي راح نعمله لهذا الشهر مع الروتين تاع الدراسة اللي راه جاي. انا اول حاجه راح نبدا بها هو التخطيط لشهر سبتمبر، بما انني راح ندخل في شهر اكتوبر، شهر سبتمبر ان شاء الله راح يكون شهر الاستعداد للدخول الدراسي وشهر لاعاده ضبط الروتين اليومي ليتناسب ان شاء الله مع الدراسه. وللتخطيط لشهر سبتمبر انا راح نستعمل هذا البوليت جورنال اللي وصلني من صفحه كوليج، اللي مقسم الى ثلاث اجزاء، الجزء الاول الخاص بالروحانيات والجزء الثاني الخاص بالصحه ثم العنايه الشخصيه. وبالنسبه للاهداف اللي راها في هذه الاجزاء في الدفتر، انا راح نضيف جزء اخر، راح نضيف اهداف اخرى، يعني اهداف شخصيه وكذلك اهداف خاصه بالدراسه. هذا هو شكل الدفتر من الداخل، لكم رابط الصفحة في صندوق الوصف اللي مهتمين بشراء دفتر كما هكا ولا دفاتر أخرى، لأنه عندها بزاف خيارات. وأكيد فكرت فيكم وجبت لكم كود تخفيض بنسبة 15%. إذا كنتم مهتمين بشراء أي منتج من هذه الصفحة ابعتوا له هذا الكود وراح تنقص لكم 15% من أي حاجة تشروها من عندها. استغلوا برك الفرصة لأنه هذا الكود راح يكون لمدة أسبوع فقط. انا في هاد لابارتي نتاع خواطري هي اللي راح نكتب فيها الاهداف لهذا الشهر ان شاء الله. بالاضافه لهذه الاجزاء راح نضيف جزء اخر وهو خاص فقط بتدوين الاهداف الخاصه بالعطله، يعني بالنسبه للاهداف اللي ما حققتهاش في هاد العطله راح نحاول اني نشوف الاهداف اللي نقدر يعني اتلافى الوضع ونقدر نحققها في هاد الايام اللي متبقيه. وكذلك الأهداف الخاصة بالدراسة راح نحاول أنه نعمل جدول خاص بالنسبة للدراسة، يعني جدول يكون أسبوعي أو يومي للمراجعة. كذلك بالنسبة لأهداف شخصية أخرى نحاول أنه ندون هذه الأهداف وهذه الأفكار في هذه الصفحتين. كما راكم تشوفوا كملت لهنا كتابة الأهداف. هذه هي الأهداف يعني الحالية اللي راها في بالي، أهداف خاصة بالدراسة. هنا عملت جدول بسيط دونت فيه الأهداف اليومية والأسبوعية، وهنا عملت أهداف خاصة بالعطلة، يعني أغلبها إنهاء بعض المهام كنت بديت فيها وما كملتهاش، بالإضافة إلى هنا أهداف شخصية، بالإضافة إلى كل الأهداف اللي تتراوح ما بين الأهداف الروحانية، الأهداف يعني الخاصة بالصحة، وكذلك الأهداف الخاصة بالاهتمام بالذات. ضفت لها هذه الأهداف هذه اللي راح لهنا. كما شفتوا هذا هو الدفتر اللي راح ننظم به إن شاء الله روتيني هذا الشهر إن شاء الله. والان في هذا الدفتر الصغير تاع تو دو ليست اللي من نفس المجموعه ومن نفس الصفحه راح نحاول نكتب فيه المهام اليوميه اللي عندي هذا النهار. اكيد المهام اللي تكون عندي هنا اللي كتبت المهام الشهريه راح نحاول نقسمها اسبوعيا ويوميا كذلك.
للمهمة الموالية وهي ترتيب الملابس، أكثر مهمة ما نحبهاش يعني نذكرها، ولكن بالسيف لازم عليا نعزل الملابس والأوتفيت اللي مناسبة للجامعة، نعزلها في يعني جهة بحضة ويعني ونشوف واش ناقصني يعني النواقص لهذا الموسم إن شاء الله الخريف بإذن الله. وتاني نعزل الملابس تاع الدار والملابس الاخرى، يعني كل حاجه في مكانها. صراحه ما عنديش يعني هكا تنظيم يعني واو اللي نقدر نفيدكم به ولا نشارك معكم يعني كيفاش ننظم خزانه ملابسي، يعني فقط اني يعني ننظمهم كل حاجه في بلاصتها، يعني كي شغل كنوريها لكم قبل وبعد تجيكم غير كيف كيف، ما كاش فرق كبير، ولكن برك يعني باش نعرف المكان تاع كل حاجه فقط، يعني ما عنديش تنظيم واو اللي نقدر نشاركه معكم. And yes, let's start. وانا نرتب ملابسي نحب في نفس الوقت نسمع الحاجة مفيدة. راني متبعة هذا البرنامج اللي سبق وشاركت معكم يعني مرات عديدة، وهو برنامج يا بني اسرائيل للشيخ نبيل العواضي. راني في الحلقة 22، راح نرتب ملابسي وفي نفس الوقت نسمع للشيخ. يفهمها الناس ان هذا النبات لكذا وهذا النبات. كملت ترتيب الملابس وفي نفس الوقت كملت مشاهدة 5 حلقات من برنامج. سو فريمون حاجة مليحة انكم تسمعوا الحاجة مفيدة هكا، ولا تتفرجوا تسمعوا البودكاست ولا فيديو يكون مفيد وانتم تعملوا اي حاجة تنظفوا ولا يعني ترتبوا، تستغلوا هكا الوقت نتاعكم يعني مولتي تاسكين، بدل ما تعملوا مهمة واحدة تعملوا مهمات بزاف وتاني تستفادوا في نفس الوقت. هذا هو الكتاب اللي راني نقراه هذا الشهر. المميز في الكتاب هو انه الكاتبة جزائرية، كاتبة شابة جزائرية، وكتبت هذا الكتاب باللغة الانجليزية. صراحة I'm really proud and happy، فرحانة بزاف بها وفخورة يعني انها يعني في هذا اللاج تكتب كتاب كما هكا، يعني تعبيرها في اللغة الإنجليزية رائع 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 جدا. لهذا نتمنى أنكم تدعموها، راح نخلي لكم رابط حسابها على الإنستغرام في صندوق الوصف، اللي مهتم أنه يشري هذا الكتاب راح نخلي لكم الرابط وتواصلوا معها. هو عبارة عن رواية ويحكي قصتها الشخصية. كان هذا هو فيديو نهار اليوم، شاركت معكم كيفاش راني نحضر يعني للدخول المدرسي، كيفاش راني ننظم وقتي وننظم هذا الشهر ان شاء الله لإعادة ضبط وترتيب حياتي بعد الإجازة او بعد العطلة. اكيد هذا الفيديو فقط الحلقة الاولى من سلسلة العودة للدراسة، اكيد راح يكون كاين فيديوهات قادمة ان شاء الله الخاصة بمشاريات الدراسة بترتيب المكتب. كونوا في الموعد، راح يكون فيديوهات قادمة ان شاء الله خاصة بهذه السلسلة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.